فاكرين امبارح كان هنا بيضة في المكان ده، وكان فيه الزغلول الكبير ده، البيضة فقست. بس طبعا مش هينفع نسيب الزغلولين دول مع بعض. شوف الفرق حضرتك. طبعا ده لان انا كنت محضن البيضة دي، مش بيض ده، بس انا كنت محضنها بس علشان تفقس. وقت ما تفقس هبدأ ابدل واتصرف زي ما بدلت في الفيديوهات اللي فاتت، فيديوهات متابعة الزغليل. عملنا فيها الفلاجيل، وعملنا الخميرة، وفرشنا القش للحمام السايب، وفرشنا الطواجن بالتحديق، وقلت لك هنفرش ايه في الشتاء وهنفرش ايه في الصيف. عملنا تبديل الزغاليل، لو زغلول كبير وزغلول صغير. في البدايه اقول لك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس. اللايك بتاعك مهم جدا جدا، ارجوكم اعمل لايك للفيديو لان ده بيفرق معايا جدا جدا. تعالى نبدا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم مصطفى من قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام. هنشوف الزغلول اللي هو فقس النهارده ده، يبقى انا اشيل الزغلول الكبير ولا اشيل الزغلول الصغير؟ هتشيل الزغلول الصغير. هقول لك ليه. هي الاهالي ما عاطينه لبه، اهوت ما شاء الله فيه لبه بس قليل جدا، لكن مش هينفع مع الزغلول الكبير. يا اما نشيل الكبير يا اما نشيل الصغير، بس انا هشيل الصغير. بس لها سبب الحكايه دي، هقول لك. لان الاهالي دي بتاعت اللبه بقالها كده 4 ايام او 5 ايام، فاللبه بتاعهم هيخلص خلاص، ما عادش هيبقى فيه لبه. الزغلول ده هيتظلم مش هياخد لبه. اما ده خد لبه كتير ما شاء الله، اهوت اخد لبه محترم، وكان الاهالي معاد التلبين بتاعها. لكن اخاف اسيب الزغلول الصغير الاهالي تحس ان مفيش تحتها زغليل، وتقوم وتسيب الزغلول الصغير. الاهالي مش هتحس ان في حاجه تحتها لو شلت الكبير ده. فطبعا لازم اسيب الكبير واخد الصغير اعطيه لحد لسه اقرب حاجه فاقسه بيض عندي. اقرب حاجه فاقس عندي، انت فاكر امبارح الفيديو اللي كان فيه اتفاجئت لقيت هنا 3 زغاليل، وشلت الاثنين الكبار وسبت الزغلول الصغير. تعال نشوف الزغلول اللي انا كنت سايبه اللي كان هيموت امبارح، الزغلول الصغير اهو. يا جماعه طلعنا الزغلول بتاع اللي كان موجود امبارح، لو انت حضرتك فاكر كان هيموت. بسم الله ما شاء الله اخد اللبه تمام التمام. فده هو رضاني لوحده، هحط معاه الزغلول اللي فقس. دايما نشغل دماغنا في الموضوع ده. ده الزغلول اللي كان مع الزغلول الكبير، هنقوم حاطينه كده ويبقوا مزغلولين، وتحط كانه فاقس تحتهم باذن الله، هيوكلوه عادي اهوت. بقوا الاثنين بقوا تحت القص ده. نشوف بقيه الزغليل دول. بسم الله ما شاء الله انا كنت حاططهم 3 في موضوع الحل بتاع امبارح، معقولين جدا معقولين. بسم الله ما شاء الله. انا خدت من دي زغلول وما عادش معاها غير الزغلول لوحده، كان تحتها البيضه اللي فقست اللي هي كان الزغلول الصغير، خدناها اصبح تحتها واحد بس تمام. وانا عندي في مكان تاني في حاطط 3 مع بعض. ايه انا حاطط فيها 3 مع بعض اهو، 3 تقريبا العمر متقارب يعني، او نشوف برضو الحجم فيهم لان هو التاني كبير شويه عن دول. نشوف اكبر واحد في دول ناخده نحطه معاهم، يبقى دول 2 ادا كبير شويه، ده سابق شويه ناخده ونرجع الاثنين دول للاهالي وبياكلوهم كويس. هم ما شاء الله مش مقصرين معاهم يعني الثلاثة، لكن هنخليهم 2 افضل وهكذا يعني. اهو حطينا الزغلول الثاني اصبح تحتها 2 ان شاء الله، وحجمهم مناسب لبعض جدا اهم، كانهم فاقسين تحتها. وده الزغلول اللي قلت لك ان فيه ذكور او في ذكر زياده بيعكسه. انا امبارح لقيت ذكر شلته كان بيجي يضرب الاهالي اللي هي مش عارفه تاكل الزغاليل. قلت منهم الزغلول الكبير اللحم اللي حطيته هنا ده اهو، الزغلول ده اللي انا شلته حطيته مع الزغلول الثاني، اكلين ما شاء الله. لكن هنا برضه، لكن هنا لسه المشكله. شوف الزغلول عايز ياكل، لكن الزغلول ده متعور شايف. يبقى هنا في فعلا ذكر ثاني كمان يعني، ما كانش ذكر واحد. ده عيوب التربيه السايبه يا جماعه، ده لو محطوط في سلاكه عمره ما هيحصل فيه المشاكل دي. وكان فات الزغلول ده قد كده مرتين، هو متاخر لان الاهالي مش عارفه تاكله، بتدافع عنه اكتر. الاهالي بتدخل في معارك اكتر عشان تدافع عن ولادها، فهو متعور. فانا هراقب برضو تاني لحد ما اشوف ايه الذكر اللي هو لسه بيهاجم الاهالي ده ويعور الزغلول. القص الزاجل هنشوف بقى تحته الزغاليل اخبارها ايه اللي تحته. انا كان هو ده اصلا من التنقيل، ما كنتش فاكر ان كنت حاطط تحته كام. اهو ما شاء الله 3 زغاليل اكلين، هنتابعهم برضو مش هنسيبهم. ما فيهم واحد اكبر شوية بس مش هنسيبهم، هحاول اخلي الصغير يبقى ناحية بره كده عشان الاهالي تشوفه كده. اخلي الصغير ده اصغر واحد يبقى بره. لو دخلت بالزغليل بالمنظر ده وايدي لفوق كده هيضربهم، هيضرب ايدي وهيضرب الزغليل. لازم اخلي بالي اشيل الحمامة اللي راقدة على البيض يا اقلب ايدي كده.
اداري الزغلول وادخل ايدي بالمقلوب كده كده بالشكل ده اهو، ضرب فعلا، دخلت ايدي كده، شوف ايدي دخلت ازاي. ايوه، خلينا اظهر واحد هو اللي بره علشان الدكر يشوفه، او النتايه لو راقده في نفس الوقت هيبقى هو اللي بره هو اللي ياخد اللبه اكتر. شوف هنا ما شاء الله، هو واحد اكبر من واحد، بس اهم حاجه عندنا ان هم يكونوا مأكلين الاثنين. وانا بمر على البيض لقيت البيضه دي منقوره كده، البيضه دي لسه متبضه منقوره كده بالشكل ده، احنا هنصلحها دلوقتي لان هي مش خارجه السائل بتاعها، لكن لو نزل منها اي سائل من الداخل خلاص ترميها مش هتنفع. انما هي القشره بس اللي معموله كده، اعرف ان القشره دي جواها غلاف تاني رقيق من جوه، زي البيضه المسلوقه، لو انت بتقشر البيضه المسلوقه مش بتلاقي في قشره رقيقه تانيه لازقه في بياض البيضه، الغلاف الرقيق ده هو اللي بيمنع نزول السائل. طالما السائل منزلش يبقى هنبدا نصلح البيضه دي. هنجيب دقيق وهقلب الدقيق، بعد ما نقلب الدقيق كده بالشكل ده نحط على المكان تمام كده، ونحاول نسويها ما نخليش في زيادة عشان ما تلزقش فين، في الحمامة اللي راقدة على البيض. لو قابلك اي مشكلة في تحضين البيض او الزغاليل اكتب لي تعليق وانا برد على كل التعليقات. شوية دقيق علشان ما تلزقش في جسم الحمامة وهي راقدة. حضرتك او في ناس كتير بتقشر البيضة قبل الفأس، لما يلاقي زغلول فقس وزغلول لسه ما فقس بيقشر البيضة. طبعا شفتني امبارح البيضة اللي كانت نقرة هتصبح تفقس، فانا جبتها غسلتها تحت الحنفية رشيتها مية. يعني ده اللي انا بعمله، انا ما بقشرش البيضة على الزغلول، ما بفتحش للزغلول بمعنى اصح، لكن برشها مية. طيب لو حضرتك فتحت ولقيت لسه في دم على الزغلول، الزغلول هينزف جوه البيضة ويموت. فلنفرض ان هي دي البيضة اللي انا حاولت افتح للزغلول، طبعا لما بتيجي تفتح للزغلول بتفتح من المكان العريض ده تمام. جيت تفتح لقيت طري ولقيت طالع دم، انتش عارف تتصرف، هتسيب البيضة تبوظ والزغلول يموت فيها؟ لا، هنقول لك هتعمل ايه في الحالة دي. طيب في الحالة دي معانا بيضة تانية اهوت، بيضة برضو فارغة، هنعمل ايه؟ هقوم جايب البيضة دي اكسرها من كده، حاول اكسرها بالنص كده، فضيت منها الصفار وسبتها زي ما هي كده بتلزق زي ما هي، واجيب البيضه من المطرح اللي انت من المكان اللي انت فتحت منه تروح ملبسها فيها كده خلاص، هي هتلزق عليها كانها هي قشرتها. طبعا دي بيضه صغيره ودي بيضه كبيره، حاول تجيب القشره المناسبه او البيضه المناسبه، عشان كده بقول لك ما ترميش البيض الفارغ. امبارح عملنا استخدمنا البيض الفارغ امبارح في تأكيل الزغاليل، بس طبعا ما يكونش بيض قديم قوي، تكون البيضه مفروزه لسه من عمر مثلا بعد 5 ايام من وضع البيض، 5 ايام الى 7 ايام اقصى حاجه، وبعد كده تشيل البيض الفارغ، ممكن تستخدمه في التأكيل او تستخدمها تعينها تعملها كده للبيضه، هتلاقي لها استخدامات كتير، وتحطها كده تحت الحمامه هترقد عليها والقشره هتلزق في مكانها على البيضه، وتاني يوم ابقى افتح لها تكون البيضه نشفت شويه. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وعلى زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.